وبالتالي سنعتمد المؤتمرات الاستثنائية حتى نواكب كل تحرك. تدمير طائرة الشحن اليوشن التي تم تدميرها في مطار مصراتة منذ فترة حقيقة، والقيادة العامة تتابع في حركة الطيران في مطار مصراتة، ونتابع كذلك في الأشياء التي يتم إنزالها في مطار الكلية الجوية في مصراتة. هذا التفجير الأول. وجدنا بشكل كبير جدا طائرات تقلع وتهبط ما بين أنقرة وتركيا وما بين مصراتة، وكذلك هناك طائرات تقلع من إيطاليا باتجاه مدينة مصراتة. هذه الطائرة بالتحديد تم متابعتها بشكل دقيق. اليوم الأول عادت من منتصف الطريق إلى أنقرة. في اليوم الثاني بعد مناورة حاولت الهبوط وتم استهدافها بعد البدء في إنزال الحمولة. كانت ضربات قوية جدا، استهدفناها بعد متابعة وبعد تحري وبعد تدقيق في المعلومات، استهدفنا هذه الطائرة على الأرض أثناء إنزال الحمولة. نحن كنا في متواجدين أثناء شحن هذه الطائرة، نحن نعلم ماذا يوجد بهذه الطائرة، ونعلم تماما بشكل دقيق المواد التي تم إركابها هي مواد عسكرية تركية تم شحنها إلى مدينة مصراتة، وبالتالي قررت القيادة العامة استهداف هذه الطائرة. كل جبهات العاملة والفاعلة الآن بداية وفي كل